السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ مشتاقين لكم كل شوي. اليوم جيناكم بتحدي الا موت، انا ويامن، انا وصديقتي همسه. طبعا اليوم التحديات راح يكون على النار، اليوم راح اخليكم تلطمون على كراس. واذا اخليهم يبكون عليك؟ لا، يلطمون عليك. حضر لك تحديات ترى موت وماكو انسحاب، واذا انسحبت عقابات قويه كلش. فقبل لا نبلش خلونا لايك واشتراك، اللي ما مشترك خليه يشترك، واللي ما مخلي لايك يخلي لايك. يلا هسه من يبدي تحدي اول؟ أوني. ها بعد انا شنو هنا غير اول بدايه الزلمه يبدي. همسه اتحداك تروحين لشخص مستطرق بالشارع، يعني اي شخص يعني يمشي قاعد ماكو مشكله، وتقولي له انا معجبه بيك، ممكن رقمك؟ قررت صدق؟ والله لا، شنو هذا اسهل تحدي طيتك اياه، بعد وراك هواي صعبات. يا يلا هذا اول تحدي، يلا قومي وخلنا نبلش. شوف السلام عليكم. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ممكن رقمك؟ شو تسوي بي؟ هيك محتاجته اريده. ما انطي. معجوب شخصيتك. ما انطي. رقمك اتوصل. لا ما انطي، اذا محتاجه شيء مساعده شيء ترديني اساعد شيء قولي، بس اذا رقمي هيك تردي ما انطي رقمي. بعد قولي محتاجه شيء. لا سلامتك بس اعصابك ترى فشله قدام العالم، واحس يعني عيب. اعصابك اعصابك انت سوي عيب تحدي على قناه كرر ثار ذيك الكاميرا. اعصابك اعصابك. لا لا ما اريد. لا شكرا خيسي. شكرا شكرا على المشاركه. وهاي انا كسبت التحدي. كرر، بما انه انت تحديتني هسه راح ارجع لك التحدي لك. يلا تروح يعني بالشارع، شوف اي شخص بالشارع تروح الضربة راجلي. سهلة اني وعضلاتي هاي قدامك، ما اروح اضرب لشخص راجلي ولا رجعوه قلت لك. والله في سالفة تخوف، انا ليش احمى. يلا هسه خلينا نشوف، تعالي يعني ونشوف. السلام عليكم، شلونك؟ ولك ولك شنو؟ ولك ولك ونص. انت من انت؟ وقف وقف. من انت؟ انا منو؟ انت ما تعرفني منو؟ ما اعرفك انت منو؟ انا كرار طقطقه، يوميا مددينه بالمنطقه. مددينك؟ ايه. يلا وقف وقف. لا وقف 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 وقف. كاميرا كاميرا والله كاميرا كاميرا. شو كاميرا كاميرا تحدي. اسف. لا مو هي. تعال تعال تعال. اسف اسف ليش الكاميرا، وانا اعتذر منك مره ثانيه، وهذا تحدي ينشر على قناتي. انشره لو لا حبيبي بدول قلبه. وخطيه كرار طاح بيها يبو. امسى بما ان سويت التحدي هسه الي الدور، اتحداك تخلين مكياج مخربط وتطلعين بالشارع تصيحين انا جبار انا جبار. لا لا انا كرار انا كرار. شلون هاي ما انا جبار. يلا يعني شلون؟ انا قلت شلون مثلا الحمراء تخلينها بخشمك، الكهله تخلينها بذانك. يما صدق انت؟ صحاني؟ يلا راح اصحاني كرار انا كرار. مشكلتك هاي انا كرار لا ما مقبوله، انا جبار. يلا قول. يلا يلا تعال. شو مسوي؟ ايه والله اذا بتقول غيري امس يلا نسوي. يلا بعد 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 شويه بعد خلي خلي كوفي. يلا خلي خلي بعد خلي شغلي هاي حضار. تعال عليك الله. يلا تعال. اني خبله اني خبله يا ناس يا عالم، اني خبله صرت خبله اني خبله صرت، اني جبار 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 جبار، اني جبار كافعك. يلا بعد بعد. انا جبار جبار، الولد التمت عينه قامت تتباوع. يلا بعد بعد جبار. بعد موتين. انا كرار الاحول، انا جبار يباوعون عزل عزان. كوبي كوبي. كرار راح اعيد لك التحدي بتحدي اوكي؟ يلا انا مستعد جبار. انا مو جبار. انا مو جبار، انا اذا صرت جبار، اذا صرت همسه انا حلوه. يلا عيني اوكي. راح اتحداك ان تخاب الرقم ما تعرفه ابدا. سهله ها. اوكي دقيقه ها. اذا طلعت لك بنيه راح تقولها اني احبك. خافت علي هي ولا قلت كرار ثأر يحبها؟ يلا عادي بكره تطلع واحده من المتابعات. واذا طلع ولد راح تقول له اني اطلبك وراح اشتكي عليك واريد الفلوس من عندك. حلو. أوكي؟ ها سهله سهله بس ها
خاف انبسط. يلا هو بالتليفون. يلا خلنا ندق الرقم. اوكي لا جيب انا اتصل. ها والله يجوز ترى رقم تدق على. اوكي يلا اوكي جوز على واحدة. أوكي. على واحد. يلا انا راح اختار. يلا خلنا نشوف. يلا اقرأ اقرأ دعاء على مبارك الله يطلع رقمكم. بلاش كم رقم صار؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ايه اوكي بس اوكي عليك. الله هذا رقم غريب ما تعرفينه؟ القرآن ما اعرفه ابد. حلو هاي ملك ما يفتح خط. يا الله اذا ما فتح خط يروح التحدي. بس اطلع بنية. اذا ما فتح خط يروح التحدي. يعني شنو الدور يصير لي اتفاق. الو السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. لو تجيب لي فلوس اليوم لو اشتكي عليك لان كافه وصلت حدها. الفلوس اللي اطلبك اياها شنو يا فلوس؟ انت طالب من شنو؟ انت شو عليك طالب من؟ انا اطلبك فلوس. اي شنو اطلبك من انت؟ من اني؟ ايه تضحك علي؟ شنو من اني؟ شنو عم اطلب علي؟ منو انت طالب منو؟ طالب منو؟ طالب والله يا الله يا هسه جيب لي فلوس وتعال يلا بسرعه. شلون تجيب الفلوس عمي؟ انت منو طالب منو؟ داق على شنو؟ داق على فلوس يا عمي. اي فلوسك وين عدنا؟ عدك. وانا منو؟ داق عليه منو غير فلان داق عليه؟ خويا هذا تحدي اسفين عن الازعاج. طبعا احنا اسفين على الازعاج بس انت ويانا. لا يعني نشاق بالبرنامج مال. احنا عندنا قناه على اليوتيوب. بس اعصابك 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 يا خويا تحدي. ويا كرر ثأر وهمس الفرهداوي وبرنامجنا برنامج تحدي على قناة كرر ثأر. فأتمنى أن عمي بس اكتب كرر ثأر راح يطلع لك كرر ثأر. وين اكتب؟ على شنو؟ على اليوتيوب. على اليوتيوب هذا البرنامج. برنامج الله ينور. يا شكرا. باي. شوية ويطلع له من ورا التليفون. ما يفهم الموضوع ما ادري ليش. بس الحمد لله والشكر خلصنا من عنده. همسه اتحداك تروحين لاي شخص ما تعرفيه وتقولي له هلا ممكن صوره ونشوف رده فعله. لا والله. والله. هلا ممكن صوره؟ هاي بعد احسن. انا ما ادري اخرى يا صوره اخرى اعرف ايش تعرفيني. هي المشكله اللي جاني واحد شخص ايش طوله وانا من ناقص شلون؟ مشكلتك تعال جينا قولي هلا ممكن صوره وايش حتى يطلع. يلا يا الله يلا جاهزه؟ اوكي ماشي. يلا قومي. تحدي الصوره خلينا نشوف هذا الولد ممكن صوره اكيد راح ياخذ. سلام. سلام اغاث. شلونك؟ سهلا. ممكن صوره؟ صوره؟ لا ما راح اشتري اشتري الصوره وياك. شنو مشهوره انا اهتم الصوره؟ بس صوره يعني عادي. لا لا صورة بس مشهورة. انا جاء على باب الله هنا. على باب الله قلت تجيب لي مشكلة. لا مو قصة تجيب لك مشكلة بس هذه الصورة يعني بس فقط صورة. لا لا ما اقدر انا على باب الله يعني تجيب لي مشكلة هستي. انا لا اعرفك ولا تعرفيني يعني شلون تفهم الصورة؟ صح ما اعرفك ولا تعرفني بس هذه الصورة. لا لا روحي ما اقدر. اوكي ما اقدر لا تجيب لي مشكلة. اوكي اعصابك انت وياي على قناة كراتار برنامج تحديات وذيك الكاميرا. بس اعصابك. لا عادي بس اخذ صورة ولا لا؟ مو على باب الله ما اقدر يعني. شكرا شكرا. اهلا وسهلا يا شيخ. اهلا وسهلا. والتحدي اخذته ونجحتي. كرار بما انه انت خليتني موقف كلش محرج تستاهلين وخليتني اخجل من نفسي يعني. راح ارجع لك التحدي. اوكي تروح لاي شخص تاخذ الموبايل من عنده تقول له انا ما عندي رصيد ورده خابر. فانت من تاخذ الموبايل تروح تشرد بيه وتاخذه وتبوقه. خاف الدار يكض ورايك مش نقطعني نقطع. هو هذا اللي انا اريده يعني. يلا هاي خلينا نشوف. هاي العيون المتابعين راح اسوي والله هذا يعني ثقيل خطر. يلا عيني. يلا تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك حبيبي؟ بس ممكن تليفونك اخابر لان تليفوني خلص رصيد. المين خابر؟ ارد اخابر صديق ارد اقول له ينتظرني هنا. صافي تفضل. رحم الله والديك. خلفت عليك الرميس؟ اه علمني علي. علمني علي. علمك علي؟ ايه خوش. البصمه افضل. هذا شنو صيني؟ اي صيني. يلا اخوي توكل. شنو تعال شنو توكل؟ شنو الدنيا؟ شنو؟ شنو تجيب؟ جيب تليفوني. شنو جبت لي؟ شنو انت نقري؟ جيبه. جيب تليفوني. جيب امرك الحين. تعال شنو هالتليفون امبايك هذا؟ تعال عليك. تعال هذا امبايك. انت شو عليك ها؟ كاميرا 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 نقري كاميرا كاميرا. همسه بما اني سويت فيها هيك اتحداك
بس ما اعتقد تسوين هذا التحدي. شنو هو؟ اتحداك تخابرين اخوك وتقولي له راح اقول لك بشيء والحكي بيناتنا انا وكرار تزوجني ونشوف شنو ردت فعله. يعني اليوم ما ترجعي للبيت؟ لا لا ما اسوي. لا لا ما ماكو. ما ماكو لا عمي حتى هذا شنو مشكلته؟ لا شكله لا لا بصير ايه بعدين قولي له تحدي ما بيها شيء. صير طلابه كبيره. لا ما صير طلابه بعدين تقولي له تحدي. لا والله صير طلابه كبيره. ايش بيك شنو؟ ماما الخاطر المتابعين شنو؟ ما ها شنو ما يلا هذا تحدي ماكو يلا خلينا نشوف يلا يلا همسة عليك الله هذا اخوك احكي الصدق. اي والله اخوي والله والنبي يلا بس انا هسه مو علي اخاف يصير شيء هاي طالع من عتي انا تحدى هذا ما له علاقه. شهد عليك كرار يعني ما له علاقه. الو الو هلا همسة. ها مروان شلونك؟ بخير الحمد لله. اقول لك مروان انا عندي فد موضوع وياك فيكون سر بيني وبينك. قولي. اني اتزوجت كرار. ايه ايه هو شنو ايه تزوجنا انا وياه يعني فما اريد امي تدري وهاي بس انت. شلون هذا الموضوع يصير يعني؟ هو شنو شلون يصير بعد صار. لا ما اقبلك. هو شنو ما تقبل هو بعد تزوجنا. همسة ها تقبلين يعني ايش موضوع زواج تتزوجين وما تقولين لاهلي وما تقولين لأمه وليه؟ هي بعد صارت انا اسفه وابرونا الذمه يلا بعد سلام. الو السلام عليكم وياك زوجها يتكلم. هذا التحدي حبيبي تحدي على قناتي. شلونك عيني؟ بعد قلبك الروري حبيبي هذا تحدي. هسه وانا تحدي وطلب من عندي بانه انا اخابرك واقول لك انا تزوجته. والله من يمه خوتك تسلم. شلون همسه تسويها وما تقول؟ لا همسه ورده. شكرا عيني شكرا حبيبي دوي قلبك. خطيه صار وجهها يطلوان قام. اباني ادري بس شو بعد لا تتحديني يلا. ننتقل للتحدي الثاني والله يستر. كرار بما انه انت تحديتني تحدي كلش صعب راح ارجع لك التحدي. هسه مهم زين تخلصت منه. اوكي شوف تروح لابو مخضر تقول له اريد كيلو بصل تاخذ البصلايه وتعضها عضه من هاي الزينه هيك ان الواحد متشوق جدا للبصل اوكي وتروح تقول له هذا مو طيب وتشمرها بوجهها. ها بس خاف انكتل. تقول له عمو مو طيب هاي البصل يلا ما اريد يلا خلينا نشوف يلا تعال يلا. السلام عليكم. بيش الكيلو البصل؟ 500. والله رخيص. هم بصل هذا بربك من حش نعمة الله. بعد شبيه. شنو شبيه؟ شبيه. هو بصل. شنو هو بصل؟ شاشو ما راضي. ليش ما راضي؟ شنو ما راضي؟ ها؟ شنو زين ما راضي؟ تعال. شنو؟ جات تحت العين وقالت لنا الحرب. اوقف بدون كل شيء اول بدايه بدون كل شيء شنو قالت لك الحرب؟ قالت لنا الحرب بصل بس بصل ما عجبني. ليش ذاك البصل؟ ها؟ ما عجبني. ليش ما عجبني؟ ما يعجبني عوف. ما عجبك؟ عندك الف بصل ما يعجبك. غالي البصل. ايه ما يعجبني انا بكيفي. ولا هنا وصلنا نهايه الفيديو يا رب يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا به. شفتوا ايش سويت بها؟ قصدك شفتوا ايش سويت اني بيه؟ ها اكتبوا وحكموا بالتعليقات منو تحدياته اقوى كرار لو همسه. اوكي وقبل لا نختم خلونا لايك واشتراك اللي ما مشترك خليه يشترك واللي ما مخلي لايك خلي لايك يلا فجروا المقطع لايكات ومشاركات نحبكم كل شوي باي باي.